السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين مطبخ أماني ومتابعين مطبخ أماني. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تفريز البطاطس. قبل ما نقول طريقتنا، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش معايا في مطبخ أماني. حبايب قلبي، هنفرز النهاردة، هنعمل تفريز البطاطس. داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا ما بيبقاش عندنا وقت خالص، وكمان البطاطس هتغلى جامد جدا. يعني اغلى بطاطس النهاردة في السوق بالكيلو بتلاتة جنيه او بتلاتة ونص، دي اغلى اغلى بطاطس. طبعا انا جبتها بطاطس تحمير، دي الكيلو بتلاتة ونص، بس في باتنين ونص، وفي زي ما انت عايزة. بس انا عشان ده انا ضامنه جدا جدا البياع ده الحقيقه، فبشتري منه. البطاطس طبعا ما فيش غنى عنها في شهر رمضان. عندنا البطاطس المطبوخه، قطعتها بالشكل ده، حطها طبعا في ميه عشان ما تسودش. عندي كمان البطاطس الصوابع، مقطعاها تخينه بالشكل ده وكبيره، انا بحبها عشان التفريز، بحبها الحجم ده، ما ينفعش تبقى رفيعه ولا قصيره، فانا بحب الحجم ده في اما بكون هعمل تفريز بطاطس. اوكي. عايزه اقول ايه كمان، الملحوظه التانيه برضو، البطاطس اللي هي بتاعت التفريز للطبيخ اللي هي الصينيه هتطبخيها، بتقطعيها برضو تخينة بالشكل ده، السمك تكون واضحة اهي بالشكل ده كده، بتقطعيها تخينة. وكمان ما تنسيش ان انتي ان انتي تقطعيها سميكة كده، بحيث ان هي ما تتهريش معاكي في الفريزر. عايزه اقولك كمان، بتقطعي عقبال ما بتجهزي اللي احنا هنجهزه دلوقتي عشان تفريز البطاطس، بتحطيها في ميه كده وبتغسليها كويس جدا جدا، تحطيها في ميه كده عشان ما تسودش منك، من غير اي اضافات. الاضافات كلها هنحطها دلوقتي. عندك ايه يا اماني؟ عندي ميه مغليه على النار، حله كبيره واسعه عشان تبقى براحتك، وحطي نصها ميه ما تغلي جامد جدا على النار. يلا بينا نشوف الخطوه ديت. اهي حبايب قلبي، الميه غليت جدا لدرجه انها بيضه من كتر الغليان، مش عارفه باينه اهي، بتغلي قوي قوي، وشايفين الدخان اهو. يلا بينا نحط البطاطس بتاعتنا. قبل ما احط البطاطس، هحط نص كوبايه خل ومعلقه ملح على النار، معلقه صغيره ملح في الميه اللي غليت جامد ديت. اهو حبايب قلبي الخل بتاعنا اهو، نص كوبايه هحطه على الميه اللي بتغلي جدا جدا اهي، وابتدي احط البطاطس بتاعتي. كده هبتدي احط البطاطس بتاعتي. عايزه اقول معلومه مهمه، قبل ما احط البطاطس سيبي الميه تغلي شويه مع الخل والملح، غلوه وهي بتغلي انا حطيت الخل. هبتدي احط البطاطس بتاعتي حوالي دقيقتين تغلي غليان جامد، يعني تعدي من واحد لعشرة وتسكتي، وبعدين تعدي من واحد لعشرة تاني، كده هيكونوا الدقيقتين كاملين معاكي. سيبيها تغلي جامد جامد ونشوف الخطوات اللي بعد كده. الخطوات اللي بعد كده مهمة، شوفي الفيديو للآخر عشان إن شاء الله تبقى البطاطس معاكي ناجحة وتفضل باللون ده بالظبط أثناء التفريز من السنة للسنة. كده انا حطيت الخل والملح، يلا بينا هنحط البطاطس. اهو كده حبايب قلبي، انا حطيت البطاطس بتاعتي في الميه المغليه، هقلبها كويس جدا اهي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده اهو. بتقلبيها جامد اهو، بتسيبيها لمده دقيقتين كاملين تغلي جامد غليان جامد جدا. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا هسيبها تغلي،
مع الخل والملح والمية المغلية. طبعا سيبيها تغلي زي ما احنا شايفين البخار كده، ما تغطيش الحلة، سيبيها كده علشان تقدري ان انتي تبقي شايفاها وما تنسيهاش، لان هما دقيقتين اتنين بس. سيبيها تغلي غليان جامد وهتطلعيها على طول، هنشوف هنعمل ايه. كده قعدت البطاطس مدة دقيقتين. بجيب مصفى زي دي بس الكبيرة وبعمل كده، اهي دي كبيرة، دي حجم كبير معايا. لو عندك اللي هي السلكة الكبيرة دي ممكن اهي، وبتروحي حطاها في المصفى الكبيرة عشان تصفي البطاطس بتاعتك. بصوا حبايب قلبي، انا كده حطاها تحت المية المتلجة من الحنفية. طبعا احنا في شتاء المية نازلة تلج تلج، انما انت لو في صيف طبعا هتعملي ايه، هتجيبي لو في عز الصيف مثلا وعايزه تفرزي بطاطس، هتجيبي ميه من الفريزر تكون تلج وتحطيها فيه. فطبعا احنا الجو تلج طبيعي والدنيا ساقعه جدا، فانا مش محتاجه لخطوه التلج زي ما احنا شايفين الدخان كله بيطلع اهو. ليه الميه المتلجه او الميه البارده ديت؟ علشان البطاطس ما تتهريش منك لما تحطيها في الفريزر. اهو كده بوزع كده الايه الميه في الجناب عشان تيجي اهي. وطبعا انا حاطه من تحت برضو طبق ميه متلجه اهو بالشكل ده، والمصفى فوقيه علشان يطول البطاطس تلج من كل ناحيه. اهو ميه ساقعه جدا جدا اهو. بحط كمان الحنفية على الجناب بالشكل ده، لازم كده عشان اوقف عملية سوى البطاطس، لازم احطها في المية المتلجة عشان ما تستويش وتتهري معايا في الفريزر. اوكي اهو، ده حرف الايه، الحرف بتاعي يا جماعة. سوري كان عندنا فرح فانا عاملة الحاجات دي حنة، هبقى اقول لكم انا عاملاها بايدي في البيت، هبقى ان شاء الله اوريها لكم ازاي هنعملها مع بعض في الفيديو التكميل التجميلي بتاعنا باذن الله. ترجع للبطاطس كده خلاص، هبتدي بقى نفس الميه المغليه اللي معايا احط النوع البطاطس الثاني اللي هو بتاع البطاطس الصينيه اهو بالشكل ده، اللي هي الدوريات بتاعتنا ديت بتاعت البطاطس الصينيه. هبتدي احطها في الميه المغليه بتاعتنا. الخطوات اللي جايه مهمه جدا يا جماعه لنجاح البطاطس معاكي، كملي الفيديو للاخر ان شاء الله هيعجبك. دلوقتي بعد ما عملنا البطاطس في الميه المتلجه، هعمل صفيتها طبعا في المصفى زي ما احنا شايفين كده، وتاكدت ان ما فيهاش اي نوع من الميه. فهعمل ايه، هفضيها في المصفى بتاع في الصينيه كده بتاعتي اهو. اهو حبايب قلبي الكميه كلها اللي انا عاملاها. طبعا انتي بقى الاول نكمل وبعد كده ندردش نقول ملاحظاتنا. دلوقتي طبعا هي خلاص متلجه جدا جدا وماسكه نفسها زي ما احنا شايفين، مقطعينها كبيرة، كل الخطوات شفناها مع بعض. دلوقتي هبتدي اعمل ايه، هحط شوية زيت اهو حبايبي بالشكل ده. فضيتها كلها وهبتدي احط شوية الزيت اهو، مش كتير لان طبعا احنا بنعملها صحية اكتر. طبعا احنا في طريقة تانية هنقولها دلوقتي سريعا اهي، وهقلب كل البطاطس بطريقة متساوية بحيث كلها يطولها الزيت، كل البطاطس مش حتة مش واحدة وواحدة، هقلبها كده. حبايب قلبي غرقت زيت كلها وايدي هي غرقانة زيت. هبتدي احضر اكياس وكده. بصوا متلجة خالص وفردتها كويس جدا جدا، مفيش واحدة لازقة في التانية، مش
شايفين اهو، مفيش واحده لازقه في التانية، لازم تبقى كده علشان ما تمسكش في بعضيها في الفريزر. وما تنسوش ان ده تفريز سنه، يعتبر كامله نعيشنا ان شاء الله وكان لنا عمر، فلازم تبقى بالشكل ده. هتجيبي الاكياس بتاعتك بتاعه الحفظ او اكياس عاديه. نيجي بقى للبطاطس اللي هي الترانشات اهي، الترانشات اهي، بغرقها في الزيت كويس جدا. طبعا الصينيه بتاعتي غرقت زيت من البطاطس التانيه اهي، شايفين غرقانه زيت اهي، حتى ايدي اهي غرقانه زيت اهي بالشكل ده. لازم تكون كده علشان ما تمسكش في بعضيها، سوى البطاطس اللي هي الصينيه او التفريز او اللي هي سوري التحمير اهي اللي هي الصوابع. ف بالشكل ده، بالشكل ده بالظبط اهي. كده غرقت زيت كويس جدا، وزي ما احنا شايفين مفيش حاجه لازقه في بعضيها، كلها مفرطه بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنحطها في الكيس زي الصوابع، في الاكياس الخاصه باللي هي بتاعه الطبخ. دلوقتي حبايب قلبي بعمل كده، حطيتها في الاكياس بعد ما خلصنا مرحله الزيت اهو، بتبططيها كده وتفرطيها كويس. حطيتها، بتحطيها من حوالي حطيها حوالي ساعة في الفريزر وطلعيها، لتأكدي ان هي كده. بس تحطي ايدك كده تطلع واحدة بوحدتها بالشكل ده. لو لقيتيها كده اتكلي على الله وشيليها بقى خلاص، يبقى كده البطاطس بتاعتك اتفرزت وبقت زي الفل. بتخرجي الهواء من الكيس بالشكل ده كده، خرجي الهواء وابتدي شيليه كده اهو. كده هنقفله خالص وهتبتدي اهي، هتبتدي كده تخلصي. بصي التلاتة كيلو، بس الوفر بقى طبعا بتعملي الكيس على قد الصينية، على قد سوري الطاسة للتحمير، والكيس اهو بتاع اللي هي الترانشات بالشكل ده. التلاتة كيلو يا جماعة عملولي تلات اكياس، التلاتة كيلو تلات اكياس، الكيس على قد الطاسة بتاعتي كبيرة اهو، ادي كيس وادي كيس وادي كيس ماشي، وحوالي كيلو الا ربع للصينية على قد برضو الصينية بتاعتك. ما تعمليش الكيس في زيادة بحيث يطلع الكيس على الطاسة على طول، ما تشيليش منه ما ينفعش. بتطلعي يا دوبك تغلي الزيت وتحطي الكيس بالشكل ده اهو على الطاسة على طول، تمام كده. دي ملاحظات كده، شوية ملاحظات هنقولها. يبقى الكيس الواحد بتعمليه على قد التحمير الطاسة الواحد، ما بتحطيش زيادة. ادي اول حاجة. تاني حاجة، تأكدي ان هي مفيش واحدة لازقة في التانية. ازاي بتتأكدي؟ بتحطيه في الفريزر وترجعي تشوفي تفرطيه بايدك كده بالشكل اللي عملناه دلوقتي، علشان تتأكدي انها مش لازقة في بعض. بس كده، ما تنسيش الخل في المية زي ما شفنا في الفيديو. يا رب كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تفريزات رمضان تعجبكم. هنعمل سلسلة كبيرة ان شاء الله، عملنا التوم الاخضر. ان شاء الله الفيديو لسه هينزل، ابقوا اتفرجوا عليه. والبطاطس، وعاملين البسلة، وعاملين الفاصوليا الخضراء، عاملين تفريزات رمضان كتير جدا. يا ريت تتابعوا مطبخ اماني، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك لو لسه ما اشتركتيش معايا. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.